مشاهد الماستر سين بين احمد فهيم وبينك شفتها ازاي رغم ان هو خليفة خالد صالح وبجد راجل يعني مبدع؟ انت شفت ده المشاهد بينك وبينه ازاي، وبالذات ان برضو المسلسل ده كان عادة اكتشاف احمد فهيم حرفيا؟ يعني انا عايزه اقول لك سبحان الله، لما ربك يحب يشاور على حد ويقول ده وقتك، it's your turn. ويعني بحمد ربنا ان هو شاور علينا احنا الاثنين في نفس اللحظه، فحسيت ان هو عارفه اللي هو لما تيجي تعملي لحد كده اللي عايزه اخد بركاتك، فانا بقول له كنت بقول بركاتك يا استاذ احمد، انا حاسه ان انا وانت عاملين دويتو حلو قوي، كانت بتبقى من احلى واجمل المشاهد اللي ما ينفعش افوتها وما ينفعش احفظها وما ينفعش ان انا اتلخبط، اللي هو بصيته نظراته أدائه كان بيخليني اللي هو لا انا هعمل مشهد، انا مشهد العياط بتاع النهارده ده جاء من اول مره اصل انا شايفاه، فاللي هو انا حافظه المشهد وبادائي بطريقتي رهيب، يعني لا بيخليني اتلخبط ولا انا بخليه يتلخبط، فده بقى احتراف يعني مش عارفه بصراحه احطها بين قوسين، يعني من كتر ما انا بتكلم في اليوم وبرد على الصحفيين فبحس ان انا بهنك في الاخر، انا دلوقتي كده خلاص جوري بتهنك، لا اداني مساحه، اسمعني، كان يقولي قوليها كده، قوليها من هنا، قوليها من جوه، برقي، بصي ارفعي حاجبك، ما تركزيش، ما تتحركيش، امسكي ايدك حطي وتكلمي برزانه. استاذ احمد فهيم واستاذ محمد سامي، استاذ محمد سامي كان في مره في مشهد كنت مكسوفه شويه، قال لي جوري اعملي المشهد، فبقول له استاذ محمد، قال لي اعملي المشهد يا جوري، اصل انا عارف واثق متاكد ان انت هتعمليه كويس، فبقول له يعني هتعمليه، طب وانا بس بيسيب كل حاجه بقى اتفضلي يلا اعملي، لا مش هو كده، اعمله تاني مره، لا 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 مش ده، يلا في تاني، ما بيسيبش كان حد بصراحه، يعني بجد بشكره من كل قلبي، ومش عارفه اقول لك ايه، يعني انا مش عارفه يعني لو مهما قلت عنه مش هوفيه حقه، ان هو كان سبب ظهوري وسبب نجوميتي.